And which restaurant I am? Yeah, it's Noble London restaurant. Sorry? Noble London. Noble London. Noble London. Okay. Yes, please. Thank you. أقول لكم في مطعم يسمونه نوبو. عدال لندن هيلتون. هيلتون لندن هيلتون بارك لين. ما اللي في ماي فير. يا ابوكم اكل ياخذ العقل. الاكل مكود من كل شيء لكن ما بروم اصور كل شيء يعني. لكن بس بصور لكم الحلو. هذا الحين اخر شيء عاده. لكن المطعم عباره عن مطعم صيني ياباني. مطعم ياباني. وأكل غير نمونة مثل اللي عندنا في يسمونه زوما ما زوما ولا شيء هاي من نفس الفصيلة. لكن هذا عاد أشياء تول تول تول. يقولون أخوه موجود في فندق أتلانتس في دبي. يقولون إهداء للخالدي على هاللون الجميل من موسكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقولكم من نشيت أدور مسجات. بغيت ألقط مسج واحد. بغيت أشوف ماشي ولا مسج ولا رسالة. رسالتين جايات من أدنبرا. غيرهم ماشي له ثلاث من شخص واحد. يعني ترني البارحة ما تموا يدقوا لي تليفون. يوم يدق التليفون استاديت كل من حد دق لي تليفون يقطع التصوير. من حد دق لي تليفون يقطع التصوير. دخلت الاعدادات سويت هذا لحد يدق تليفون يعني هل شارب ما لدقون تليفون. وثار ابوي هبل التليفون تيود انا الرسائل وزغت زياق النص ييزي. قلت لحد مسوي تليفوني ولا حسابي ولا مخرب ترتيبي هذا ساماني يا ربي يا قايل الله شو بسوي. اتصلت لكم في الخبير غرب الله تعدوه. قال لي منو داخل لك في الحساب؟ قلت له ليش؟ قال لي عاجن وعجن يا زلمة. قلت عاجن وعجن بعد زلمة؟ قال لا أنا ما قلت زلمة. قلت له الله قلت لا يا رجل. هي قال يا رجل عاجن وعجن. قلت له حول قوة. هي والله من الصبح اللي على الخالي سوري من الصبح اللي على الخالي. بغيت تميت رديت على تويتر ولأنه شغال واتساب ولأنه يشرخ الايميلات ولانهن لكتومان انا ابوه والسناب شو ياهم علي. زغت قلت انا ابوه شو اللي مستوي. تميت حاتي يوم انكشف ولان حشف ترى غلطه الصيص صغيروني جلب بالموازين كلها. فلذلك الموازين ابوي لو تقول انك بتسوي شيء بسيط ولا شيء في حياتك كلها حتى لو نفترض مش غلط شبه غلط ينسى هذاك الزين ليه في الدنيا كله ينسف ابو اللي يا ابوه هذاك المعروف هذا حد بعد من العرب هالنمونه حد من العرب الله يحفظكم تسوي ويا طيب دبت حياتك من يوم انت ياهل ليه شوبت ولا انت من يوم انت قدلتش سوداء لين بيضت قدلتش يسمونه الاول حريم. أنا أبو أعرفها قبل ما يوم قدلتي سود الحين حتى مفرق راسي أبيض تقول هالحرمة مفرق راسي أبيض تطري عاد منبت الشعر في مفرق الراس ها معالي هذا معالي الخشم من فوق في نص اليبهة هاي يسمونه مفرق الراس أبيض مفرق راسي تقوله ما ثمر فيها المعروف هالسنين كلها ما ثمر فشو تكون متغمضة ان هالمعروف كل اللي تسوي فيها دبت حياته فيها ما فاد الحين عقب ما بيض المفرق استوى الشره والزعل عقب هالعمر كله وهالخدمة كلها هالسنين كلها انت وياها ما حد شراتك تتغمض في غيره تتغمض انك انت وياها من هالدهر كله يدور حد يفرج بينك وبينها وتضرب لو صف عادة تقول عقب حتى متى يا ليت هالشيء استوى قبل
استوى من عقب ما بيض المفرق. سبحان الله، توصيف في الأوليات غير نمونة، ويدو حد يجي ينقض الجروح، ينقض جروح من دمله. فهالي يقول أنا وياه ظفر واللحامي، وانتو في شلع الظفر شلكم، أنا وياه ظفر واللحامي وانتو في شلع الظفر شلكم. هذا هالشي روحه يويع البنادم يويع الشيء اللي من عقب عشرة طويلة وصداقة إلها أول، يتمنون أنهم يدافنون، يا أنت تدفني ولا أنا أدفنك، تدفنيني ولا أنا أدفنك، ولا يستوي دفننا في أسبوع واحد، المهم واحد منا يتجدى من الثاني، حضر عزاء الثاني. فلذلك هي نعم يوقف في عزاء صديق، يجلس في عزاء أخوه وربيعه وصديقه وحبيبه وحبيب حبيبه وربيع حياة أمي وربيع حياة أبوي وربيع أخوي وصديق أختي، هذا صديقة أختي، ها كلهم أبوي يتحاضرون بعضهم مع بعض. فلذلك المراد فهمه أن ما بكل صداقة طويلة عريضة أي شخص في آخر الزمن ويطير الربع هذه كلها، شلجله لجل مزاهد الدنيا. لكن مفروض انت يا الانسان تكبر عقلك وتخلي عندك عقل وحواس، وهاي الدنيا لو دامت لغيرك لما وصلت اليك لازم تشوف شو استوى في الدنيا. هاي العود كلها الدنيا دواير قالوا، والدنيا دواير، ولو دامت لغيرك لما وصلت اليك. حين تشوف الحرمة طويلة عريضة والرجال طويل عريض، كلمة توديه وكلمة تيبه، يا رجال اذكر الله، انت تدريب ان هذا كذوب ولا تدريب انها هاي ملوك ما حدا ملق عنها؟ شوفوا الرجال من يكذب اغسل يكم من بحر، الرجال من يكذب اغسل يكم من بحر ابدا، تعال من دونه الرجال هذا اللي يكذب. والحرمه من الدوبه ابدا، هذه لا تعدها بوي في نص الحريم، هذا اللي يكذب الكذب زمالته الردية. والحرمة من الدوبر عرف انها بوي هذه ما وراها صلاح، الحرمة للدوبر الله اكبر عليهن، هاي يسمونها الاول جلابات النعل الله اكبر، هاي دوبرن وقالوا قيلوا فعلوا وتركوا، يوم هاك اليوم قليتي بدي ياخذ الحديث والرمسة من كذوب ولا من ملوك، ها كلها نبوية ملاقات راعية القيل والقال، واللي تشل الرمسة تشل الحديث واللي تشل الكلام القاصر، هاي الهن في الدرك الأسفل الله أكبر عليهن، هاي بو وقود جهنم في صقر، وما أدراك ما صقر، الله أكبر. هيه نعم، والرجال من يبتدي يكذب اغسل يك من البحر، واللي يوعد ويخلف هذا اغسل يك من البحر، هذا راعي الوعد ويخلف، هذا أبدا لا تريم وراه يوم من أيام الله صلاح، هذا أما غدر فيك ولا ما بينفعك، هذا أبدا. هذا الإنسان اللي يكذب وما بعند كلمته، هذا الإنسان اغسل يك من البحر ولا تخاويه. الدنيا الحمد لله هاي نسب بسيطة ضئيلة موجودة في المجتمع، فليش أنا أصير ويا الكذوب ويا اللوتي ولا ويا اللوتي ولا الملاقة هذه؟ لا، بتنقى الحرمة الفاضلة اللي بتعلم وراها السنع والأدب والأخلاق والقيم، ومحافظة على العلم والخبر والعادات والتقاليد، وأنا حرة وبصير بعقلي، عارف كلنا بعقله راضي، لأن الله عاطنا أم وأبو هم لي ذهبونه، أم وأبو لي ذهبونه، أهم شيء الأم والأبو، لا تقول والله فلانة خربت ولا فلان خرب، لازم الأساس يكون صح، بدام بتذهبين بنيك على مذهب الزين، لو بتشوف فلان ولا علانة ما بتروم تأثر عليها، لكن أنت يلم وأنت يلبو، شوفوا عيالكم منو يتابعون، شوفوا العيال منو يتابعون، منو يرمسون، نرمسوا رجال في خير بتحصلون خير كله في وجهه، وإن شفتون يرمسون أبوي حرمتن أو بنية ملاقة هاي بعد السمع عن الماء، هذا الشيء وايد ضروري.
سدك إذا أنك أنت مطمن حق الحرمة هاي، تطمين روحك برايها البنية ترمس وياها. إذا أنك تشوف البنية هاي أنت داخل خاطرك مرتاح لها، عرف أن بنتك الحمد لله في أيدي أمينة. أنت حكم عقلك روحك يا اللبو، شوف ربيع ولد هذا ويمنو يمشي، هل أنت مرتاح له؟ من نظرة ترى الرجال الفرخ في البيضة يصر، الفرخ في البيضة يصر، يعرف أن هذا زين ولا مبزين من شكله. من أول إن شفت براطمه سود، إن شفت أبوي صبوعة أطراف شي بلاهن، إن شفت لهجته والله إنها، إن شفت الرمسة عايبة، إن شفت المشي محتاسة، إن هذا كلها بوادر سيئة. فلذلك روحك أنت اللي أبو تحكم، تعرف طريقة كلامه، طريقة تفكيره، شوفي تليفونات، فهذا طريق أنك أنت تقدر تعرف. وكل إنسان عقلها براسه ويعرف خلاصه، كل حد يعرف هالموضوع. بس عليكم الحين تو مرمسني صلاح، الحين رمسني، ما رمسني من 10 أيام، ترى أبوي في الدمام، والحين رمسني في إيمو وبنزلكم الكلام. تلفون من متى؟ ما ماشي شو؟ ماشي بابا ماشي. شو ماشي؟ انترنت ماشي؟ زين طالعني؟ زعلان انا عليك. وانت في السعوديه والدمام ولا في الرياض؟ الدمام. الدمام. في الدمام. شو كلتوا اليوم؟ شو تريحتوا؟ اسد. عسل. تحريتك تريكت أسد، بسم الله. زين ما شاء الله. برجع اليوم حبيبي، اليوم بالليل صح؟ ها؟ بالليل. إيه اليوم في الليل بطير وبوصل إن شاء الله بكرة الصبح. طيران الاتحاد، الاتحاد. الله كريم. الله كريم، الله كريم. صلحت ولهت انتبهتوا أنتوا؟ ما حد أنا. تغديتوا؟ شو كلتوا؟ شو شربتوا؟ ما اعرف بابا ما اعرف. منو يعرف؟ ما اعرف، مو ما اعرف، احمد. احمد اللي عارف. ما اعرف. زين هيك ما اشوفه. اي اشوف تحت امك. وين؟ شو كسر ضرسك هذا؟ هو شو؟ صلاح. شو كسر ضرسك؟ ما اعرف بابا. زعلان؟ زعلان مني لو شو؟ لا بزعل من خير. أنا خير. أنت بخير؟ عيب بلاك؟ أخي أنا خير. أكل صح. صاحي. الحمد لله زين زين. الحمد لله تستاهل. كلت صح اليوم؟ صح تقول؟ ليش باي باي؟ ليش تبى تسكر؟ عندك دوام؟ عندك دوام؟ يا ربي منك. يلا مال مال شو شاي بنزي. يلا شرب الشاي. يلا مع السلامة. أنا قلت مشغول. السلام عليك أبو محمد، إيش حالك؟ كيف أنت؟ ديت قلبك أنا مبارك عيدك، حتى لو طاف العيد فديت عمرك. أبويا أنت إن شاء الله ملائكة تحفظك وتحفظ عيالك يا رب العالمين. واليوم إن شاء الله باتر الصبح بكون إن شاء الله في الحرب، وبدعي لك تحت مرزاب الرحمة أن الله ينجيك عن كل عدو. وانت أبوي لا تفكر في أي شيء، الله معاك، اللي معاه الله ما يضيع يا ولدي. حط هاي كلمتي في مخك، اللي طال عمرك خالقنك وبعزان عنك، واللي هري طال عمرك في التليفونات ما عند الشغلة، مو وحدك كل وحدة هرت في التليفون أن الناس تسمع كلامها. أنت راسك إن شاء الله مرفوع بإذن الله، واحد الوحيد الفرد الصمد يا ولدي. أن الله يحفظك ويحفظ عيالك ويحفظ أم محمد لك. والإنسان طال عمرك ما تقدر تقبل لسان بنادم، هذه الأبوية ما عندهم شيء في الدنيا إلا يأكلون لحم الناس، وأنت أبوية ما ترد على أي حد إلا تقولهم جزاكم الله. سلام. طا
الطايف انا فديتك امك من شهر، نحن في الطايف جايبت لنا البعثه، فديت كل يوم بنسير العمره، وان شاء الله ربي وانت ولي ان شاء الله انه ينجيك من كل ضار، يرد كيدهم في نحورهم ان شاء الله، كان من حرمه ولا من رجال، اللي بيضرك يضر نفسه ان شاء الله يا رب العالمين، ان الله يحفظك. اللي ما تسوي الا كلمه العدله ولا تتكلم الا بكلام العدل يا ابوي، بديت عمرك اقول كل منبوري ما بناوي يظهر، قلت في خاطري بظهر، تدرون متى بظهر؟ مره واحده عن مرتين، بدل ما تسوي لي ليه تشيك اوت بعد فقارة، بدا قالوا لي بدا ما تجلس لي الساعه 12 يجلس لين الساعه 4 5 اللي تباكتوا بطيارتي للساعه 8، بقدر من عندكم الساعة إذا الله راد 4 العصر. قال برايك أبوي مرخوص؟ مرخوص يا أبو محمد. لا والله ما قالوا عن أبو محمد، قالوا نو بروبلم. لو صاحب صديق داق لي تليفون قال لي خالد عازمنك على 8 القهوة، 90% ما بيكون في التصوير، الرجال هذا ما يحب التصوير، ما مش قضية ما يحب التصوير، ما يفضل التصوير، ما يحب التصوير، لكن ما فيه على الصدع والديانة والقرقعة، لكن هو يتريض فلبس رياضة فما طني بيطيع يخليني أصوره، والسبب إنه لبس رياضة يعني لا أكثر ولا أقل، هذا أولا. وثانيا برد إن شاء الله الفندق بزهب سام، أنتوا شلكم ما زهبت ولا شيء منك شيري نزين شعلي نزين. أنا أبو القوم تروغت لوزك لوز أقولكم ولا لبت شيء من الشيري، شيري بعد كل شيء في الكبتات، لكن ان شاء الله من ارد بقى عباس على دباس، وهناك من اوصل لام محمد ما بتقصر، ولا بحياتي شفت رديت بساماني مرتب، وانا جاي مرتب يكون مرتب، لكن وانا ساير عقب ويا عباس على دباس وسكر الشناط، وهن من يوصل شناطي هناك روحهم يتعبلون من كل شيء. شوف الله جماليه فندقنا، شوف الدنيا، شوف شو قايل والله، فندق ما استوى شراته، فندق في الدنيا العودة، فندق يغني علي، فندق يغني علي. Be very famous, Lobrita. Yes. I will leave today. And I will miss you. Me too. Too much. Me too. والله. Hi, Lobrita. Every day she is bring for me my breakfast. Every day. إيه والله. The muffins. The best the muffins. And that one. Cheese and zaatar. Cheese zaatar. Always cheese and zaatar. إيه والله. It is very good. والله. And we'll see you inshallah in Christmas. Christmas, yes. You'll be here. Maybe, yes. For you, I will come. For you, I will come. Thank you. The name of my breakfast. Eggs and English muffin with smoked salmon for the most famous customer that we love. Thank you very Always. Much. Thank you, my daughter. Thank Aww. You, thank you, my daughter. Thank you. Too much love for me. Thank you. شوفوا السيد، شوفوا السيد على الـ 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 الكوفي من غير اللي داخل، هذا اللي مشاهد هذا المكان، أكلهم فنان خفيف يعني، ما بمال تعاني لا مال وأنت خاطف يعني مالتي وأنت خاطف تروم ميل على ما قالوا اللبنانيين، تاكل لك شيء خفيف من عنده، كرتادو هم غاوي وهذا اللي توي ابوليا بعد زوين يعني زين، مال وانت خاطف ولقط لك شيء يعني على يم وتروم تاكل من فنان، خدمتهم مميزه وطيبين. وهذا الرجال اسمه بلال، هذا الويتر اسمه بلال بعد طيب، والناس خايفين من الله، هالرجال مسلم كأنه هي ما سموه بلال لا مسلم، والامور طيبه، وريال هناك بعد ترياني، واليوم أغلبية الوادم كل مشغولة وتستعد للسفر، وايدين اليوم بيسافرون، فالبوي اللي حيد عمره بطيني ليه هالأيام، لأن المطاعم فل كلها نسيت يالس، يصورني ساعة يصور ولا شاو، صورتك مثل ما صورتني ترى، صورتك اي صدياي صورتك، هم تقول ما قلت لك والله، يوم انا بصورهم كلوا لي كبدي وهم بيصوروني برايني، والله مشكله. هذا ها اللي خبرتكم عنه 45 باركلين، هذا 45 باركلين رقم واحد، لا تقولوا ما قلنا لكم، عندهم سويتات ياخذن العقل، والافترنون تي عندهم حدث ولا حرج،
عنوانهم وكل شيء موجود على اليوتيوب وعلى الانستغرام. من اجمل واشيك وشو اللي هالسويت هاك اللي فوق اللي صورت لكم اياه من قبل 4-5 ايام موجود بعد على الانستغرام. والفندق هذا الشيرش الدورشستر بعد السويت واحد اللي صورته واحد من عشرات السويتات، ترى ما باكبر واحد، اكبر واحد فيه 8 غرف نوم و500 جلسة. مرحبا يا مرحبا ابو سنيده. الله راشد رميحي من هالبحرين، والله مليون مرحبا. الله زين خاطف منك، ايش قال عرفتني ما بجبر عليك ابوي؟ لا لا بس ينعرف كيف من صدتك عرفناك طال عمرك. شوف انت من هالوين في البحرين؟ من الرفاع. ما شاء الله عليك رفاعي. نعم طال عمرك. والله مليون ونعم. الله وهالرجال هذه من المحرك، هذه ابو طباخ وهو طباخ وكل شيء. شوف انت شفته ما بشيف الطباخ؟ لا شيف الكمبني. شلونكم انت احمد؟ جبت تليفوني بي عاد احمد. تعال والله مليون مرحبا. الله يحييك طال عمرك. طيب عنك؟ اي نعم. يقولون شيف. اي نعم شيف الله يسلمك. رقم واحد ولا عادي؟ لا رقم 2. لا لا لحم وصلنا حق واحد. شو المميز؟ المميز في كل شيء، المكبوس الهامور، مكبوس الربيان، لا شيء البحريني قح. البحريني القح فقاعته الله يسلمك. فقاعته. اي نعم. انت تسمونه فقاعته؟ اي نعم. نحن حد يسميه مشخول. اي نعم. حد فقاعته. احنا فقاعته نسميه. اي نحن تحت العيش. اي نعم. نحن تحت العيش. تحت العيش. تحت العيش ولا تحته؟ لا ولا في قاعته ولا مشغول هي تتعدد الاسماء. اي نعم تتعدد الاسماء. والله مليون مرحبا. الله يحفظك ويسلمك. يا على فريجك على هلك. الله يحفظك على كل من يعز عليك. يا مرحبا. انتم غاليين عندنا. تسوون نوم العين. انتم تسوون العين وماي العين. الله والله مليون مرحبا. الله يحفظك ويسلمك. يا مرحبا يا مرحبا. ما زين هالبحرين مخيرهم. شو هالمكان ان شاء الله حبيبي من عيني وعمرك. الله يعينك. شوف البنيان يوم عليه الخبار. شوف الحبايب وين من الارض تساكلين تبد السماء عاطيه البيت من منظر جمالي. وحده يتربع ما اعرفها حتى هي ما تعرفني. شافت شباب يصوروا وياي. سلام عليكم. قلت عليكم سلام. انت مشهور؟ قلت ليش؟ قالت اشوف الناس كلها يصورون وياك. قلت لا الغالي المشهور غير، انا يسموني انسان فعال ومعروف، تعرفني الناس والناس اعرفها، عسبتي يحبوني واحبهم. هذا هو التواصل اللي بيني وبين الناس، مش بيني وبين الناس. مشهور ادور شهره حق شو؟ انشهر على شو؟ شو اللي يشهر الانسان؟ ما شاء الله ما شاء الله. الجماعه الله يبارك. انا بعد ابوي في خاطري اتابعهم. طول لي عمرك. عمرك انت من هالوين طال عمرك؟ انا من البحرين. والله مليون والنعم. انا اسمي خالد الخالدي. وانا امي اسمها فاطمه الخالدي. والله مليون والنعم. من الجبيل. والله مليون والنعم. طول لي عمرك. وعمرك الله يبارك فيك. شو اسمك انت؟ عادل بن سند. والله من هالبحرين. من هالبحرين. من هالوين في البحرين؟ من محرق. لا خلينا من كولا من ريحتك. الله يبارك فيك. تحياتي. طول لي الله يبارك فيك. بدعة الرحمن. اللي يقول لي ها انت مشهور، لا فرق بين اللي يدور الشهرة، فرق بين اللي يدور الشهرة بتفق يربع وراها. سيري الدنيا وانا وراك. يربعون يبون يغدو. اللي ما يرفع ربه معثور، اللي ما يرفع ربه معثور. اللي ترفعك سمعك الطيبة، اللي ينفع يرفعك خير، يرفعك راعي دين، راعي بعلم، راعي ثقافة، راعي سمعة طيبة، راد الطرش، تركب الخيل واجف، كريم، هذا اللي يرفعك. أتي من درام كشرة وتبى تغادي مشهور؟ كيف تغادي مشهور؟ بيرفع مشهور مال كشرة بيقولون. إذا كنت تغادي إنسان خلوق، الناس تحبك، بتغادي أكيد الناس بتحبك، بيربعون وراك. لأنك أنت يحبونك محبة لله فلله. ما يحبونك لأجل شيء معين. كثير يدق 1,600,000 باب يبي ينشهر. ما بتنشهر، ما حد ينشهر على حساب حد، مستحيل. بيسمعونك ودي وديتين ثلاث، والله عقب ما حد يسوي لك كبرة بخت ولا حد بيدريبك كانك حي ولا كانك ميت. شو يخصهم؟ حد يدور حد بيعاري؟ حد يدور حد يعاير ويشاتم ويواجع وهذا بالألفاظ البذيئة؟
منو بيتابع حتى يا ابوك؟ لا تقول انت الرتبه الفلانيه ولا انا عندي المنصب الفلاني ولا انا وظيفتي الوظيفه الفلانيه، انصح لا تسوون هذا. هي تري صاح انت، والله ما حدنا شاد عنك ولا حد بيعبرك ولا حد بيعدك، ويا العرب اللي فيها خير بيقولون الخيب والنيب يا مال اليهد، وبيقولوا لك يا مال النقاز سلال القمزان، انك يعني كيف حاط في بالك انت الناس بتحبك وبتودك وانت لسانك طويل تسب الناس وتهدرهم؟ والله ايا كان مالك حق على اي حد في الدنيا، لا لك حق لا على ذكر ولا على انت، ما بيايز لك التصرف هذا. اتصل فيه ولا اتصلي فيها بينك وبينها، هذا كان تبين الصدق، تبين تغدين بعارية تظهرين قدام يهت الله وعالمه، ولا لا 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 لا، شو هناك؟ شو من الأجر بتحصلين؟ شو من الصلاح اللي بتصلحينه انت؟ دقيتي الباب سرتي لها ربيعة شهادة قلتي لها لا تلبسين اللبس هذا ولا لا تسوين الفعل هذا، هذا مبزين؟ ليش تعدنتي عليها أذان مكاوي وتربحتي درام؟ شو اللي خلاك تدربحين درام وتدنين أذان مكاوي؟ كان دقيتي الباب يوم ما بتسمع الكلام زخي بوي الجهات المختصة وخبريهم عن فعل ربيعة شهادي تذنين عليها قدامي يطلعوا على تبي تنعرفين؟ اكون عرفت الحين بسواد الوي والخزي يا فضايح، شو يا فضايح تنربيتي فيها؟ والسب شو السب؟ اخوالك اللي ما بحلوه شي خصك في الحرمه؟ شي خصك ترى هيارتك بتعمت؟ انا هاي اخر ودي برمس في هالموضوع. يلا فهمي ولا انا فهمي؟ يلا الامراض انا الحين الله يحفظكم جريبه وصل فندقيه بركب بلبجي تشيري بتسبح بتمسح بصلي بعين الله خير وبنزل الساعة 4 ورب إن شاء الله بحيل اللي ما تنام عينه أني بنزل اللوبي باخذ سيارة وبسير إن شاء الله الفندق يسمونه المطار. طيارتي الساعة 8:45 على طيران الاتحاد. نعم بوصل إن شاء الله أبو ظبي الحبيبة عاصمة الطيب عاصمة اليود عاصمة الفلاحي إن شاء الله بحيل ما تنام عينه. صبح الثلاثة أول الله بيلس الثلاثة والأربعة والخميس الجمعة شيء تغطية في فيرمونت باب البحر، خبرناكم عن كل شيء لا تقولون ما قلنا لكم. 3 أيام التغطية. السلام عليكم. السلام يا هلا هلا ابن العم يا هلا سعدنا بشوفتك. بني خالد كلم في دورتشستر مرة ومن تشريم مفدى شستر في كل مكان تبارك ما شاء الله بس ما شاء الله من الجميع يذكرون الله علينا ما شاء الله. لا قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله الله يحفظهم ويكثرهم الله يسعدك والله مليون والله سعدنا بشوفتك. انتم خوالد الشرقية؟ حنا خوالد الشرقية ونجد ما شاء الله. نجد فيها خوالد مليانة انا اتحرى لها في الشرقية نجد كل الجزيرة العربية لين حدود فلسطين وحدود الشام ما شاء الله عليكم كل هالعرب خير وبركه نعم كلنا مسلمين والله مرحبا يا حبيب الله يسعدك ويسعدك طول عمرك سعدنا بشوفك الله يوفقك ولندن صراحه زاد جمالها بشوفتك يعني يا بدال ولكن انا ودي يا حبيبي انا بس ودي انك تلتفت للاوتيلات البسيطه في دول الخليج نعم يعني مو لازم لانه مو كل الناس عندها نعم امكانيه انها تسكن في الدورشستر ولا نعم تسكن نعم في اكيد في اكيد حتى في دبي نعم فهمت شو اقصد؟ نعم بس انت ما شاء الله عليك ماسك الهاي ستاندر. لا انا اخذ الموضوع صدقه كل لا لا ما لا الناس كلها واحد أيوة الله يحفظك الناس كلها خير بركه بس انه يعني تعرف لا طال عمرك لا هذا يصير حق اذا دعيتم فاستجيبوا انا ما اقدر ايوه درعم أيوة عند والله. العرب واقولهم أيوة بسوي لكم لا اذا لا اذا حد يطلب عيوني تصير الناس كلها خير بركه وحد يقوم على ابو شيء فندق أيوة شيء فندق ب 100 باوند وشيء فندق ب 10,000 باوند في الليل اي أيوة والله كل واحد حسب امكانياته وحسب راحته. مرحبا صح ولا لا؟ سعدنا بشوفك. مرحبا مرحبا سعيده الله يسلمك. انت ما خبرتوني انت من حضرك الحين؟ انا محمد رشيد طرحنا والله مليون والاخ سعد سعد الربيق سعد الربيق الخالد يا حبيبي يا مرحبا محمد رشيد والله مليون مرحبا مليون مرحبا الله يسر امورك تشرفنا فيك والله سعيد كذا كذا مرحبا 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 في اخر تغطيه لي في فندق دورتشستر بقوم الله يحفظكم بتغطيه الافترنون تي واسمه ذا بروموناد. بروموناد هذا عمره ما يقارب 88 سنه اي تم افتتاحه في سنة 1900
31. أول ما تدخل لوبي فندق دورشستر يجيك اللوبي العادي المتعارف عليه، لوبي في كل فنادق الكرة الأرضية، لكن اللي يميز اللوبي مالهم اللي هو الأفترنون تي. هذا الأفترنون تي مالهم اسمه The Promenade، من أعرق وأقدم الأفترنون تي على بالنسبة للمملكة المتحدة، واللي يميزه الورود وكثافتها وطريقة تصميم الورود هاي اللي تشوفونها. كل هالورود اللي انتم تشوفونها يتم تغييرها كل يوم أربعة، كل يوم أربعة تتغير من بكرة أبيها كلها هالورود. اللي غير الورود شخص مصمم اسمه، المصمم اسمه الله يحفظكم فيليب هاموند. كل أربعة أي الفجر فيستوي تغيير كل هاللي تشوفونه، ياخذ تغيير الورود من الساعة 5 الفجر إلى الساعة 8، 3 ساعات أي طاقم كامل مثل خلية النحل، فيقومون بتغيير كل هالورود اللي تشوفونها. يستقبل زواره من الساعة 7 الصبح إلى الساعة 12 منتصف الليل يوميا. 40,000 شخص سنويا، 40,000 شخص سنويا يدخل هذا المكان اللي انتم تشوفونه، هذا الأفترنون تي. 40,000 شخص، يعني الرقم هذا كبير فوق ما تتخيلون بالنسبة لأي أفترنون تي. من أضخم وأجمل أفترنون تي يوجد في شنتية بريطانيا. The Promenade اللي انتم تشوفونه هذا كل سنة في وقت الكريسماس 35 يوم على تلا تشوفون هالمكان يغدي كله ديزاينات كريسماس، فيه كل شيء يختص في كريسماس تلقطونه موجود في هالمكان، ويخضع بعد لتقلبات المناسبات اللي توجد في المملكة المتحدة من كريسماس، من مناسبات كرة، من أعياد، من نيوير، من البلنتاين، من أي مناسبة تختص في بريطانيا هم يتغير الشيء هذا كامل، كل صناطوينه، كل ديكورات زلة، كل كبير وصغير فيه كلها تتغير عن بكرة أبيها. وهالمكان اللي تشوفونه عندهم يقدم شاي اسمه دورشستر تي. دورشستر تي، دورشستر تي هذه خلطة خاصة في فندق دورشستر، مش موجود في أي فندق من فنادقهم الأخرى، فقط موجود في كنتية دورشستر اللي موجود في بريطانيا. في بريطانيا يوجد فقط واحد دورشستر اللي هو نحن موجودين فيه حاليا. ففندق من أجمل الفنادق، يتميز بصناطوينه اللون الأورنج بالتيجان الذهبية، سجاد من أروع ما يكون، مكان يعج بالروائح الجميلة من جميع أنواع الزهور، جميع أنواع الأشجار، خدمة مميزة على كل طاولة، يربعون حفة يمنع الليل بنهار، موسيقى بيانو كيتار في الليلة، مغنية مطربة تغني شيء خفيف، فمكان هادي ملتقى الكثير من العوائل. من الخدمات اللي هي مميزة للغاية مثلا يجيك الساندويتشز اللي عندهم، ما تلقط العجينة تنعين لجميع أنواع السندويتشات، لا، كل نوع من أنواع المخبوزات عندهم نوع معين خاص يخصه في الساندويتش هذا، مثلا اللي حق اللحم غير اللي حق الدياي غير اللي حق التشيز غير اللي حق الفيجيتيريان غير، مليون نوع ونوع من المخبوزات، وكل نوع يخصه في النوع المسمى هذا. ناهيك عن الحلو، ناهيك عن الشاي بنواع، القهاوي بنواع، ما في شيء يخطر في بالك إلا تلقطه وهو موجود. فمكان جميل راقي، لكن مستحيل أنك تحصل في مكان إلا بحجز، فلذلك الحضور والوصول له سهل، لكن أنك تحصل مكان هذا استحالة إلا بحجز. الله يوفقنا ويوفق. الله يبوكم يا جماعة الخير، يعني خطفت عليه الحين أنا في إيرلس كورت، كنت خطفت وصلت مسافة طويلة
وخليت راعي التاكسي يرد بي لاجل ذكرت اني بسير فودافون اسب احط بيزات يعني احط بيزات علشان ما يقصون رقميه. ما بكل ما جيت اسوي رقم جديد لا انا عندي رقم من هالكثر سنه ودوم من اي اجدد الاشتراك. انزين كل ثلاثة شهور اسوي مكالمه واحده ولا اطرش مسج واحد ويتجدد وشلكم كم من يوم ما اتنافس انا والريال هذاك اللي من عندنا من الانصاري اظني له من عيالكم النويس نسيته والله هي يقول لي نحن متلاقين وياك قبل 43 سنه في فندق يسمونه ماي فلاور واشهد ان توني خطفت عداله قميضه ما هو حالي اصور بغيت التاكسي غرب الله تهي خطف ولا يوقف ولا شياته ما طاع حد ما طاع قال شد خطفنا عاد احنا ما بروم احنا يعني خطفنا مفروض اكون الساعه 5 4 5 ونص 5 في المطار طيارتي الساعه 9 الا 4 مبوني ترى بخبركم اني يعيبني يسير المطار الوقت. هي والله فرحت يوم مكتوب ماي فلاور انا بلو بعد فندق ابوي ما فرحت هالكذا زين كم ما عليه انا يعيبني شيء اما اشوف شيء قديم واشوف اخلاق. تعال عبد الرحمن خذ لنا صوره انا وابوك الدكتور وهالبنية الحلوه شو اسمها؟ هذه هي هي والله والنعم بهي والوليد عبد الرحمن البنية ما شاء الله يا فاطمه تعال شوي شيء تعال حبيبي تعال دور منك تعال حبيبي دور منك خليه يصورنا مرحبا بالدكتور مرحبا بالدكتور مرحبا كيف حالك الله يخليك انا نسيت اسمك انا محمد السويدي والله مرحبا محمد سلمك مناسب الله يعطيك ماخذ بنت البعيني اي نعم ويا ابن هالجنيهات هذه عبد الرحمن ما شاء الله أيه؟ ما تعالي هي تعالي هي ما شاء الله يهيون مازين هي على الله يحفظها ما شاء الله على هي ما شاء الله ما اخذت البعينين اي نعم كم دفعت انت يا ابو زوك حق بنت البعينين كم دفعت يتراوالي سكت ما وراك ودونك ما عليك ما عليه يعني انت ما شاء الله تستاهل هي اي والله يعني ما شاء الله عليك يعني دفعت وايد تستاهل تستاهل انتوا هم كلكم فيكم الخير الله فرصة سعيدة تعرفنا الله دكتور شو الله يحفظك دكتور محمد السويدي دكتور البحرين دكتور جراحة دكتور جراح جراح شو مخ وعصاب جراح عامة عام الله يبارك في حياتك يسلمك مبسوطين في هالبلاد اي والله استانس من زمان تونها استانس يجينا اسبوعين استانس لا عادة اي كل سنة نجي ما شاء الله ما شاء الله جديتكم مشاكل لا امورنا طيبة انا مستغرب من هالوادمي اللي يقولون والله نحن لو انسرقنا نحن انا اعتقد ناس يحطون روحهم في المشاكل ما يحطون روحهم في المشاكل يروحون اماكن يروح توقيتهم زين طريقة لباسهم طريقة يعني والمال السايب يعلم السرقة صح ما شاء الله علي الله يحفظكم ان الدكتور طلع كذا اشتغل في وين دكتور اشتغلت؟ اشتغلت في مستشفى المفرق في ابو ظبي في ابو ظبي نعم عيني عليك بارده عيني عليك ربك استانست اي والله شو اهلي وجماعتنا هناك مستانسنا وياهم تبارك كم جلست في ابو ظبي؟ جلست والله سنه ما استانست فيها 2007 ل 2008 ما شاء الله كانوا العيال وياك لو روحك والله بروحي زين زين لكن ما حسيت بغربه لا اهلنا كلهم وجماعتنا وبعدين ناس زملائي درست وياهم انا في البحرين درست في طب ودرسنا في كندا شفت السلاسل بين الامارات والبحرين؟ ديرتنا بلاد وحده ما كنا غريب لا والله لا خلينا منكم لا خلينا لا منكم ولا من بلادكم ولا من الملك ولا من ولي العهد ولا من الصدقان ولا الخلان ويحفظنا ويحفظ دار المسلمين اجمعين وياك ان شاء الله يعلك تسلم يعلك تسلم. تسلم الله الله في ريلك هذا ترى فنان لا تحريت انا اسوي سوالف عاده الله يحفظك your passport I will give it to you Lawrence how are you I'm fine I am خالد الخالدي nice to meet you sir thank you thank you هذا ابوي طيران الاتحاد عندهم 12 كاونتر هذا القسم هذا قسم للفيرست كلاس وهي الاقسام 1 2 3 4 للبزنس وعندك 8 من غير كلهن للاكونومي كل هالسطره اللي تشوفونها من هنا لين هالمكان كلها حق طيران الاتحاد فما في شيء زحمه ولا سيد ولا طابور ولا شيء متعب ابدا ما في اي كلافه الامور سهالات ما في ازدحام وكل اللي يبي يخدمك وكل اللي يبي يدور لك خدمه يخدمك بالطريقه اللي تناسبك انت وتريحك طيران الاتحاد مميزين في كل شيء في السير والجايه بغيته في المغادره ولا في المغادره ولا يوم بتسير ولا يوم بتي ان سرت ترى الامور طيبه وان جيت امورك طيبه في شنطك في
وخدمات جليله يقدمونها، مثلا اذا على البزنس ولا على الفيرس، وبالاخص الفيرس توصل شناطك ابوي حطوطات على عربانه، مثل ما صورت لكم تاريخ 16 تاريخ 13 اول ما جيت 13 كنا زين تاريخ 13 اول ما جيت يوم ظهرت، ولان شناطي محطوطات على ترولي زاهبات، من تظهر من الجوازات تلقط شناطكم محطوطات. هاي من احد الخدمه اللي يقدمونها للفيرست كلاس، من عندهم روحهم يقدمونها، وكلهم ممنونية وفرحانين انهم يغطون خدمات مطارات العالم وين ما تصير. هم طيران الاتحاد ما يقصرون في ان كنت من فندق او وصلت المطار، مطارك البلد الام اللي هي ابو ظبي، في البلد اللي انت بتظهر منها بتغادر منها. فهاي خدمة وايد مميزة ومش موجودة على اغلب شركات الطيران، فقط على طيران الاتحاد، ولله الحمد. فهذه روحها نعمة يبالها حمد وشكر، ويزاهم الله خير القائمين على هالشركة المميزة اللي هي طيران الاتحاد الناقل الرسمي. هذا عرقوبك يا ابو محمد، لا يوباتان ولا عمان يمسحونه، تمت لي حال تلعب عليه وحد يلعب عليه بالسياق. لا شوف عفد عليه هذا، ما ادري ايش ياهم، شو منعهم عنه؟ يمكن ان الحر وزرته. هذا الوضع. سلام، هم يعرفوني اللي انا عنده. انت معروف الامارات ما عليك، انا الحين اللي عندي ما اعرفوك. انا عمر الجابري ابو راكان. مرحبا ابو راكان، الله يرحبك على فضلك. انت داوم هنا في لندن؟ لا كنت داوم في لندن. الله يستر امورك. مرحبا ابو راكان. شو رايك في طيران الاتحاد؟ ما عليك رقم واحد رسمي للدوله. اي الله يحفظك. ما نقدر نقول شيء غير قصرين، غير خير والنعم فيهم وفيهم في كل شيء ترتيب. بارك الله فيك، مبارك فيهم يا جماعه. مليون مرحبا بالسمي، شو اسمك؟ ابراهيم فيصل علي الخالدي. والله مليون ونعم، ما شاء الله. بني خالد كنا مغازين لندن السنه. من خوالد وين ابويا؟ خوالد الشرقيه. السعوديه. من وين؟ اي وين ساكنين؟ بالدمام. دمام وين؟ اقلك الحي. هي حي المباركيه. بالمباركيه، ما شاء الله عليك، الله يحفظك. اي صف يعني ذا؟ سادس. والله هذا الزين متفوق شكلك. ايه من شفت النظارات عرفت انك متفوق. شكرا، الله يسر امورك حبيبي. انت وياي ليش؟ وين تعيش؟ انا نفسي خالدي. يعلني عنصري انت بعد. يعلني افداك. سلم على اهلك وعلى ربعك وعلى كل من تحب وتوجه ان شاء الله. وسلم على ابوك كثير السلام. ابشر. يعلني افداك. شباني على ابوك. مرحبا وسع. مرحبا بك ابو محمد. مرحبا طيب. من حضرك الله يحفظك. محمد العامري. والله من نعم. وهالرجال من هالرجال الطيب حامد العامري. والله ما شاء الله، انت ابو ظبي من العين. وين؟ من العين. ما شاء الله، الله يحفظكم. وينك توصل العراد؟ وينك توصل سلام منطقه العراد؟ سلام ابوي للعراد ومن سكن فيها. نعم كلهم ابوي، ما واحد دون الثاني. ذكرهم وانثاهم وصغيرهم وكبيرهم كلهم. سلام من تعوض قلنا. والنعم فيهم كلهم. لا. جزاكم الله خير. مرحبا. مرحبا. عن الحر والله يا ابو محمد، انا اول مره هي لندن. نعم. يوميت الجو حار، والجو الصراحه ما ناسبني وايد. قالوا الاجواء في العين امطار والدنيا وخير. ما يعني هل حد يقدر يفسر حق الرجال هذا شو شو البادره يعني هالاستوى؟ يمكن انا حظي زين. لا حظها للعين زين يوم انت ظهرت عنهم، وشان ابوي حظها لندن يوم انت جيتهم. الله يسر امورك. الله كريم. نعم والله، الله يحفظك.